احتياج في مصر كبير جدا جدا جدا. بنيجي المناطق الشعبية، ناس عايشة في مصر بالعافية في المناطق دي، دخول ضعيفة، أغلبهم بيشتغلوا يوم وعشرة. لأ، الناس محتاجة، وخصوصا بتهمل جدا في العلاج، وسبب العيا ان مش بيتغذوا كويس، مش بياكلوا أكل صحي. Students now. I'm a student nurse. We are distributing medication after consultation by the consultant specialist, who will explain for patient how to use it. If there is any investigation related to the medication, also after that we will follow up with the telephone number written in the prescription. السماوي، شكرا من كل القلب على كل مرة بتشرفنا ان احنا نتحد معاك ونتحد مع بعض في خدمة ولادك، وساعدنا نقدم الخدمة بكل طاقتنا وكل امكانياتنا وبكل الخير اللي انت اديته لنا وعلمته لنا. ساعدنا في كل عمل هتمتد ليه ايدينا نكون بنعمله بكل امانة وكل اخلاص لشخصك اولا وللناس. يا رب خلينا عنينا تتفتح ونشوف الناس دول اولادك. علمنا نخدم الكل. شكرا عشان بتأتملنا على العمل ده، شكرا عشان بتخلينا نحط ايدينا في ايدين بعض بمواهبنا المختلفة بامكانياتنا المختلفة ونشتغل مع بعض بنقدم خدمة لشخصك الكريم، كل واحد حسب امكانياته. يا رب باركنا ودينا نعمة النهاردة ودينا نبقى حاسين بالفخر لاننا بنشتغل معاك لكل المادة. امين. هتبقى بره يا دكتور تساعدك، انت هتساعدي في معطل بقى خلوا المرضى بقى. لو جات لكم عربيه بقى، يعني ايه العربيه هتفرق معاكم في ايه؟ لا، في حاجات كتيره قوي. احنا بنصلي ان ربنا يبعت عربيه لهم. ساعه ما يكون عندنا عربيه هنروح ميادين، نقدر نوصل بالعربيه لكل الاماكن ونخدم الشعب الغلبان فعلا. لكن احنا دلوقتي مضطرين لان الكنيسه بتفتح لنا بيتها وبتفتح لنا بابها وبتجهز المكان. لكن لو مع عربيه لا، يبقى حلو قوي، بس هيبقى ضغط جامد جدا، بس احنا عايزين كده. Thank you.